يا صباح الخير والسعادة على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، وأهلا بحضراتكم في حلقة جديدة ويوم جديد من صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا عبد الصمد. صباح الخير يا جمانة، وصباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا في حلقة جديدة من حلقات صباح الخير يا مصر، حلقة يوم الخميس الموافق 20 يوليو 2023. في الحقيقة وأنا بتابع مواقع التواصل الاجتماعي كده شايف حالة من الجدل ما بين محبي الصيف وطبعا يعني إخواتنا وحبايبنا محبي الشتاء، وتلاقي يعني على مواقع التواصل الاجتماعي في يعني كلام كتير قوي ما بين يعني مين اللي بيحب الصيف، لا أنا ما بحبش الصيف، فكرة مين بيحب الصيف ومين بيحب الشتاء. بس خلونا نقول إن في فرق طبعا ما بين حب الصيف وحب الحر، وأكيد الناس اللي بتحب الصيف الجو اللطيف والخروج والبحر ويعني المصيف مش بيحبوا الجو الصعب اللي احنا يعني بنشوفه وعايشين فيه بقالنا كام يوم. وكمان الناس اللي بتحب الشتاء وبيحبوا نسمة البرد اللطيفة واللبس الشيك وأجواء المطر الخفيف أكيد برضو ما بيحبوش يعني الجو البرد الصقيع اللي بيبقى موجود في أواخر الشتاء تحديدا. يا جماعة عشان كده النهاردة حبينا نسأل حضراتكم سؤال، وسؤالنا بيقول الناس اللي بتحب الصيف بتحبه ليه، واللي بتحب الشتاء بتحبه ليه؟ جمانة انت مع اي فريق الاول؟ انا حسيت بان انت قلت اخواتنا اللي بيحبوا الشتاء، هل انت من الناس اللي بتحب الصيف؟ والله انا كنت بحب الشتاء، وبعد كده لما الجو ولقيت فيه تخن وفي حاجات كتيره بتحصل في الشتاء فلا ضمت ليكوا بصراحه. فانت في الصيف بتخس يعني؟ المفروض من الحر. ما انت لازم تديني رد الأكل. ما يعني لازم انا معدل الاكل وقعي. معدل الاكل بيقل في الصيف علشان الجو حر، فما بتبقاش محتاجه ان انت تتدفي، لكن في الشتاء باكل الاخضر واليابس يا جماعه. مش عايز اقول لك يعني على اي حال يعني صمد بعيدا عن الاسئله. انت صيف وانا عارف يعني اكيد انا بالعكس انا شتا جدا بقى. فعلا؟ لا انا شتا جدا. لا لا انا ما اقدرش، الصيف بالنسبه لي مشكله. ما اقدرش على الجو الصعب قوي. لا لا انا ما اقدرش، انا من محبين الشتاء بجداره الحقيقه، ودايما عندي معتقد كده انه في الشتاء جو برد هنقدر نلبس لبس تقيل، ف هنعرف نكيف نفسنا ونتكيف مع الجو. بس الصيف ملوش اي علاقه باللبس، يعني الصيف بجد ملوش اي علاقه باللبس. هو الصيف ملوش غير حل واحد، ان انت تقعد في مكان ما فيهوش شمس، مكان ظل، يعني ملوش حل تاني. فانا بالنسبه لي الصيف لطيف جدا لو انت قاعد في مكان ساحلي، انت قاعد في مكان فيه بحر، ما عنديش مشكله ممكن استحمل الصيف، استحمله عشان خاطر يعني انت بالنسبه لك اليومين اللي فاتوا كانوا كويسين عشان انت كنت في مهرجان العالمين، فكان بالنسبه لك في مكان ساحلي والجو هناك مختلف. حقيقي 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 الجو هناك مختلف تماما، يعني حتى لو الجو حر شويه طبعا طبيعي احنا في صيف فلازم يبقى في حر شويه، بس بجد الجو حلو، حتى نسمه الهواء اللي موجوده بتبقى الصبح صحيح. مثلا على البحر، او حتى لو انت مش قاعد على البحر موجود حتى بتنزل تعمل اي حاجه، لا الجو فعلا. الفكره تقريبا الاداره طلعتك العالمين علشان خاطر تحبي الصيف. لا انا بحب الصيف، تنضمي لمحب الصيف. لا بس على فكره هم عارفين ان انا بحب الصيف طول ما انا على البحر او طول ما انا في حته بعدت ساحليه. بعدت البحر بقى رجعوا لي الشتاء. بعدت بقى رجعت لورا، ما استحملش ابدا ابدا الصيف. يعني لا انا عندي مشكله كمان يسمى ان انا مع درجه الحراره العاليه قوي ورطوبه قوي ما بعرفش اتنفس. فعندي مشكله كمان صحيه، فطبيعي ما احبش الصيف. بس انا الشتاء بقى، بالشتاء ده ريحه حتى المطر والطريق والقهوه الصبح، انا بحب دي الاجواء الشتويه اللي بحبها. الحاجه الوحيده اللي ما بحبهاش في الشتاء فقط هي فكره ان انا وزني ممكن بيزيد في الشتاء علشان الاكل بتاع الشتاء. هو ايه الاكل؟ هو نفس الاكل مين ده؟ لا حرام عليكي. ليه؟ بالعكس المحشي اللي بيتعمل في الليل. لا انت ممكن تاكلي محشي بمنتهى السهوله في شتاك، ما تاكلوش في صيف يعني، ده حر وصهد وكالوريز لوحدها. في اي وقت لا طبعا انا بالنسبه لي لا لا خالص. ماما تعمله بس وناكله عادي، مش عندناش مشكله. بس ممكن اقول احلى حاجه في الشتاء اجواء فكره المطر، وانا بحب قوي ان انا اتمشى في الشوارع. لسه اقول لك الحركه بس في الشتاء بتبقى اتقل شويه، يمكن الحركه في الشتاء بس بتبقى اتقل شويه، مع انه على فكره المفروض اللي اسمعه يعني انه الجسم بيحرق اكتر كمان في الشتاء. صحيح، بس هي الحركه بتبقى مشكله أقل. الشتاء كمان يا جماعه في تغيير الفصول، انا دايما مع تغيير الفصول دي بيجي لي نوع من انواع عارفه بدايه اكتئاب. ليه تغيير الفصول؟ اللي هو النهار اللي بيبقى قليل بدل ما بيبقى طويل في الصيف زي ما بنشوفه، فتلاقي الدنيا مره واحده بتغيم وبتعتم، فما فدي بالنسبه لي الاجواء في بدايه الشتاء هي دي اللي ما بحبهاش خالص. بس انت فكره تغيير الفصول عندك بدايه يعني. الشتاء تحديدا لا دي ما بحبهاش، اللي هي الدخل عارفه اللي هو يعني الميكس اللي ما بين الاثنين اللي بيحصل دي اللي ما بحبهاش. لكن غير كده لا بحب الصيف وبحب الشتاء. مش هلت. يعني انا دلوقتي لو جيت سالتك يا احمد دلوقتي انت صيف أنا ولا شتاء؟ واقف في ارض محايده.
واقف في النص، ده صيف وده شتاء، انا واقف في الخط اللي في النص. ما ينفعش ده، ما ينفعش تقعد واحده، مش هينفع. لازم اخد الحلو اللي من هنا واخد الحلو اللي من هنا. انا للاسف حمل فتره ربيت على كده، مش اختياري الموضوع، مش اختياري، لازم اختار يعني خلاص. للاسف هي زي ما بيقولوا كده باكج على بعض، فلازم ناخدها على بعض. فانت دلوقتي انا هسالك، اصل انا بشوفه على السوشيال ميديا جمانه، الناس عارفه ان في ناس داخله في خناقات. لا اصل دلوقتي بص درجه الحراره اللي احنا فيها، خلينا نتكلم بجد بقى، درجه لا لا الحراره، لا لا الاجواء بصراحه بقى لنا دلوقتي جدا جدا يوم. جدا بالظبط، ويعني يمكن درجه الحراره دي ما مش يعني ما اختبرناهاش او ما عدناش بيها من فتره طويله جدا. صحيح. ولو مش هنبص حتى على نطاق مصر، احنا بصينا حتى العالم كله، اوروبا مثلا يعني بتعدي باسوأ فتره من الحراره، يعني درجات الحراره هناك الناس بجد فعلا بتدخل مستشفيات. في بحيرات هناك يعني معرضه للجفاف، وهو ده تغير المناخ اللي احنا بنقول عليه. لا يعني مش هسيبك بقى من بحيرات من الجفاف اللي حصل قبل كده في بعض البحيرات. المستشفيات زادت نسبه المرضى اللي فيها نسبه 20% من كتر ما هم بالنسبه لهم درجه الحراره دي صعبه جدا، مش قادرين يتعاملوا بيها. طبعا اللي بيغمى عليه بقى، اللي بيصاب بالاجهاد، اللي حتى يمكن الناس فعلا بتمر حتى بمشاكل عضويه، بيخشوا مستشفيات. درجه الحراره اللي موجوده دلوقتي في اوروبا صعبه جدا جدا جدا، ما عدوش بيها قبل كده، مش فاهمينها اساسا. يمكن حتى في الولايات المتحده الامريكيه نفس الفكره، درجه حراره عاليه جدا جدا جدا. فاحنا بصينا على درجات الحراره اللي موجوده دلوقتي، يمكن حتى واحنا في العلمين واحنا بنصور حلقه يا صمد، لقيت خبر مكتوب انه اليوم ده كان ساعتها غالبا كان يوم السبت او الجمعه، مش فاكره، مش متذكره قوي، كان جمعه. انه دي كانت حاله من الاثنين، هو قعده الساحل بتنسي، بس انا كنت فاكر كان يوم جمعه. قاعد باصص لنا في الايام بتاعت العالمين. لا والله خالص. بهزر طبعا. كانت نسبه توهج الشمس لم تمر على الكره الارضيه مش عارفه. صحيح. من كام سنه. فتم بصيت لهم قلت لهم ده اللي هو دلوقتي احنا مرزقين. بس هو دي فكره، ما بقولك احنا لو رجعنا لاصل الموضوع، هو ده ناقوس الخطر اللي يعني العالم كله كان بيلتفت ليه، وهو ده اللي كانت مصر مستضيفاه، اللي كنا بنتكلم على فكره تغيرات المناخ، وان في تغيرات بتحصل في المناخ لازم يا جماعه نقف ونتصدى ليها. وفكره هي بقى المسؤوليه المجتمعيه، لو هنرجع بقى بجد شويه جد فعلا، هو كل شخص ممكن بيعمل حاجه بتؤدي بنسبه انبعاثات حراريه ولو قليله قوي، بس جمعي بقى شوف العالم فيه كام مليار بني ادم. طبعا طبعا احنا كل ده ياخد بالك، واحنا بنتكلم في بدايات. يعني بنتكلم في درجه تقريبا مئويه، صحيح، 1.5 بالظبط. فاحنا يعني صدقوني اللي احنا بنتكلم عليه التغير المناخي مش ما بقاش هزار، ما بقاش قضيه رفاهيه او قضيه على الهامش، او حتى يمكن قضيه تبقى موجوده في المحافل الدوليه على الهامش يعني في الاجنده كده، بقت فعلا كارثه حقيقيه كلنا بقينا بنعاني منها، والناس. صحيح. كلها بقت حاسه بيها، وخلاص يمكن الطبيعه بقى ابتدت تكشر عن انيابها بالنسبه للبشر واللي عملوه في الكره الارضيه على مدار ملايين السنين. فاحنا للاسف وقع علينا الاختيار ان احنا نتحمل عبء هذا العمل. وقع علينا الاختيار ان احنا نروح محب الشتاء وخلاص ونبعد عن الصيف. هي فكره الشتاء حتى بقى صعب جدا، بقى قليل يعني. بالظبط، الشتاء نفسه بقى صعب جدا، وبقى يعني مش زي حتى درجات الحراره اللي احنا متعودين عليها طول عمرنا بندرس، عارف، يمكن درجات الحراره او المناخ لكل دوله او حتى لكل قاره بيبقى عامل ازاي. الموضوع بقى مختلف تماما، ما بقاش زي ما احنا كنا عارفينه. ففعلا كل واحد فينا عليه دور على قد ما نقدر. صحيح. والدليل ده ان ممكن حد يجي يقول يا جماعه خلاص احنا معقول ملايين السنين من الحاجات اللي عملناها في الكره الارضيه هنقدر نغير؟ تعالوا نبص مع بعض كده على وقت كورونا، وقت ما كان العالم كله كان ما كناش بنتحرك، ما كانش فيه عوادم سيارات، كانش فيه مصانع، ما كانش فيه، كانت حركه العجله الانتاج كانت واقفه. صحيح. وبالتالي كنا شفنا فتره السماء كانت صافيه ازاي في كل مدن العالم. صحيح. بالفعل اتغير في كل مدن العالم، كانت الدنيا مختلفه. فلا احنا نقدر طبعا، ما نتمناش ابدا ان يبقى هي نفس الظروف، ولكن ممكن نعتمد هذه الظروف لكن بشكل احنا نقدر نتعامل بيه، نقدر نشوف ممكن ايه اللي ممكن نعمله عشان نقلل من الانبعاثات الكربونيه، ايه اللي ممكن نعمله عشان نقدر نوصل. صحيح. للي كان حاصل وقتها او اللي كان موجود وقتها، لكن طبعا بشكل لا يضر البشريه بشكل عام. هي بقى كمان اقول على نقطه مهمه جدا يا صمد، يعني دي دعوه مني كده لحضراتكم، جو صعب جدا جدا جدا، فبعد اذنكم لو ممكن نحط حتى طبق صغير فيه ميه للطيور بره تشرب، او حتى الحيوانات بره تشرب. لو احنا معديين حتى في الشارع خلوا معاكم ازايز ميه في العربيه،
ساقعه شويه، ادوها لاي حد شايفينه بيشتغل في الشارع. الدنيا حر جدا والشمس صعبه جدا، خلينا نهون على بعض. وهي دي جمانة الانسانه اللي احنا متعودين عليها برضه. والله العظيم والله مش انا طول بديك ازاز ميه ساقعه ده حقيقي. طيب على اي حال ده يعني جمانة ووجهه نظر جمانة في الصيف والشتاء وانا ايضا، ولكن سؤالنا بنفكر حضراتكم بيه اللي موجود على مواقع التواصل الاجتماعي، الناس اللي بتحب الصيف بتحبه ليه، واللي بتحب الشتاء بتحبه ليه؟ شاركونا بتفاعلكم على السؤال على الصفحه، واكيد هنعرض اجاباتكم خلال حلقتنا النهارده المستمره معاكم حتى العاشره صباحا. صباح الخير على حضراتكم، صباح الخير يا مصر.